لا تقل بقى الضعف على قوة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس الكل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع في الكل، تحية إليكم أينما كنتم. قبل ما نبدأ الفيديو يا إخوة، طبعا ما تنسوش تعطونا لايك، اشتركوا في القناة وانشروا هذا الفيديو. متجهين نحو الميناء إخوة لمواصلة الرحلة إن شاء الله. طبعا ما زلنا في مدينة مكسار جزيرة سلاواسي، الميناء قريب مش بعيد. اليوم المفترض يا إخوة تكون في عبارة إلى مدينة سورابايا، العبارة من مكسار إلى سورابايا، بعدين من سورابايا إلى سومطرة إن شاء الله. تابعوا تفاصيل الرحلة بإذن الله. طيب يا أخوة، نجيبوا كنتاكي طلعوا معنا في الباخرة، لأن العبارة ما فيها أكل يا أخوة، الأكل غير جيد. اوكي يا مقاسي. اوكي تمام يا اخوة، شرينا الاكل. طبعا الاكل صعب جدا في الباخرة يا اخوة، يعني يقدموا هم وجبات، يعني 3 وجبات، وفي حتى مطعم صغير يبيع اكل وكذا، ولكن الاكل بصراحة صعب، فاشترينا يعني شوية اكل يعني نحتاجه ان شاء الله في خلال الرحلة. تمام يا اخوة، وصلنا للميناء الحمد لله، نحط دراجتنا وبعدين نشوف ان شاء الله بقية الاجراءات، شحن الدراجة وما شابه ذلك العادة. اللي متابع الفيديوهات يعرف الامور هذه يا اخوة، كيف تتم الرحلة عن طريق البواخر او العبارات. فخليكم معانا، وصلنا الميناء نحطوا الدراجة ونكملوا بقية اجراءاتنا ان شاء الله. طيب يا اخوة، طبعا وصلنا الميناء ولكن مازلنا ما خلصناش اجراءات التذاكر، جزنا تذاكر ولكن في اجراءات اخرى، طبعا شحنة الدراجة وما شابه ذلك. الباخرة قالوا لي الساعة 2، ولكن في التذكرة مكتوب عليها الساعة 11، ففي تأخر يعني، ولكن الحمد لله. هذا السوق موجود في الميناء طبعا يا اخوة، عندهم كل شيء، مواد غذائية، مشروبات، ملابس، شنط. نكملوا قهوتنا يا اخوان، نتجهوا نحو العبارة ان شاء الله. الحمد لله خلصنا اجراءات التذاكر، امورنا تمام. مدة الرحلة يا اخوة تقريب 36 ساعة من مدينة مكسار الى مدينة سورابايا. طبعا اللي صار يا اخوة ان غادرنا الميناء، نحن الان قاعدين في قهوة. ليش؟ لان الباخرة تأخرت، مفترض الساعة 11، فقالوا لنا الساعة 2 او ممكن حتى الساعة 5، فخرجنا من الميناء وشفنا مكان نرتاحوا فيه. طبعا سويت شيك اوت، ما نقدرش نرجع للفندق، نحن الان جالسين في مقهى ننتظر يا اخوة حتى ان شاء الله تصل الباخرة للميناء ونعود من الميناء قريب مش بعيد. فهذا اللي صار يا اخوة، والحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين، واخيرا وصلت هذه العبارة. العبارة عملاقة جدا يا اخو، ما شاء الله كبيرة جدا. فتمام الحمد لله، امورنا سليمة، ندخلوا دراجتنا للعبارة كالعادة. شوفوا يا اخو ما شاء الله، عبارة على مول يعني او عمارة، وشوفوا يعني مكان السيارات طبعا هذا. فنحطوا دراجتنا وبعدين نكتشفوا العبارة. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا اخو طلعنا العبارة، ما شاء الله عبارة كبيرة جدا يا اخو، حطينا دراجة ان شاء الله خير. وهذه اماكن النوم يا اخو، ما شاء الله والله العبارة نظيفة. طبعا هكذا هي ظروف العبارات،
طيب يا اخوة الحمد لله حصلنا مكان نرتاح فيه. اصبحنا واصبح الملك لله. شوفوا هذا المنظر يا اخوة، ما شاء الله تبارك الله. حاليا الصباح الباكر الساعة 5 تقريبا. الحمد لله رب العالمين، وصلنا سالمين يا إخوة إلى مدينة سورابايا. أهلا وسهلا بكم في مدينة سورابايا. مدينة سورابايا طبعا يا إخوة من أكبر المدن في إندونيسيا، أتوقع ثاني أكبر مدينة بعد مدينة جاكرتا. تأتي هذه المدينة، المدينة الكبيرة. وصلنا الحمد لله بعد رحلة طويلة يا إخوة، تقريبا 36 ساعة وأكثر شوي. الحمد لله وصلنا إلى سورابايا، بعدين نواصل طريقنا الى الميناء يا اخوة. الميناء يبعد علينا تقريبا 920 كيلومتر. 920 كيلومتر هذا الميناء اللي فيه عبارة ما بين جزيرة جاوة، طبعا نحن الان في جزيرة جاوة، ما بين جزيرة جاوة وجزيرة سومطرة. اول نقطة في جزيرة سومطرة المفترض ندخلوا لها اسمها لامبونج يا اخوة، اسمها منطقة لامبونج. من لامبونج الى ميدان نشوفوا كيف راح تكون الامور، ان شاء الله يكفينا الوقت يا اخوة. نواصل طريقنا يا اخوة، ان شاء الله يكون طريق ان شاء الله ممتع وامن. طبعا ما زلت مرهق شوي يا اخوة خلال الفترة اللي عديتها في العبارة، تقريبا يعني 36 ساعة واكثر، ولكن مفترض نرتاح طبعا يوم في سورابايا، شوف مكان نرتاح فيه لان الرحلة في البحر متعبة جدا. ولكن بيني وبينكم يا اخوة ما في وقت اصلا، يعني لازم نعود الى ميدان كما قلت لكم، يعني ظروف خاصة، عندي تجديد اقامة وما شابه ذلك، لازمني نشوف يعني اي وسيلة يعني لكي اصل الى ميدان في اسرع وقت باذن الله. ان شاء الله يكفينا الوقت، الطريق مازال طويل طبعا يا اخوة. من سورابايا قلت لكم حتى للميناء تقريبا 900 كيلو، وبعدين من لامبونج الى ميدان يعني اكثر من 1000 كيلو، واحنا مواصلين ونشوفوا ان شاء الله تكون الامور طيبة. إذا كان أول مرة تتابعني، معكم أخوكم معز تونسي مغترب في إندونيسيا، مسوي رحلة حول إندونيسيا بالدراجة منذ فترة. تفاصيل رحلة كل موثقة يا إخوة في اليوتيوب. تشرفني متابعتكم وتشرفني اشتراككم انضمامكم معنا في القناة، وشاركوا الفيديوهات وتعطونا لايك وشجعونا دعمونا يا إخوة، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. نعود طبعا إلى ميدان، نسوي ان شاء الله تجديد الإقامة، بعد تجديد الإقامة ان شاء الله تتيسر الأحوال ونسوي رحلة في جزيرة كليمنطان. جزيرة كليمنطان بصراحة انا ما رحت لهاش، ولكن جزيرة كبيرة وفيها ثقافات وفيها امور ان شاء الله تستحق الاكتشاف بإذن الله. فبعد ميدان ان شاء الله نروح الى كليمنطان يا اخوة،
وإن شاء الله تكون رحلات القادمة والفيديوهات القادمة بإذن الله تكون أفضل وأحسن وتكون ممتعة لكم بإذن الله. ما شاء الله أجواء حارة جدا يا أخوة. طيب يا أخوة توقفنا نرتاح شوي، في نفس الوقت نشرب ماء جوز الهند. الحمد لله على كل حال، توفيق يا أخوة. إن شاء الله أجواء حارة ما شاء الله بجوة. جوز الهند يا أخوة ما شاء الله. الحمد لله يا اخوة ارتحنا، شربنا ماء جوز الهند. الاجواء حارة بصراحة ما لا توصف، انتم عارفين الاجواء الاستوائية في الدول هذه، اندونيسيا وتايلاند وماليزيا رطوبة وحر، ولكن الحمد لله. طبعا المسافة يا اخوة مبدئيا من النقطة اللي انطلقنا منها اللي هي مدينة سورابايا الى الميناء 920 كيلو تقريبا، في هذه الحدود. مش عارف، ممكن يومين يا اخوة، احتاج يومين او اكثر ان شاء الله، في خلال يومين اقطعها. يعني كل يوم 450 كيلو ربما، يعني الاصل يعني يحل علينا الظلام واحنا ما زلنا في الطريق، لان 450 كيلو مسافة طويلة شوي. انتم عارفين انا مانيش يعني نسرع بالدراجة ونرتاح يعني لاكثر من مرة، الاكل الصلاة الراحة عدة امور. فخلينا نشوف مبدئيا من سورابايا للميناء ربما يومين، وبعدين من الميناء إلى ميدان في حدود 1500 كيلو، مش عارف كم يوم يا إخوة، الله أعلم حسب ظروف الطريق. الحمد لله. طبعا الوقت بدأ يتأخر يا إخوة، مازلنا في الطريق. طبعا ما شاء الله حل علينا الظلام كما تشوفوا، ومازلنا مواصلين. لازمنا نشوفه ان شاء الله فندق يا اخوان نرتاحوا فيه. الوقت اتأخر جدا، يعني تقريبا الساعة 2 الان ما شاء الله تبارك. نكتب لكم ان شاء الله اسامي المناطق اللي نوصل لها ان شاء الله. صباح الخير، صباح الورد، اسعد الله اوقاتكم. طبعا البارح يا اخوان وصلنا هذا الفندق بجانب الطريق كان متعب جدا يا اخوان ما شاء الله. وصلنا الفندق في الليل متأخر تقريبا الساعة 2 يا أخوة. بقى على جاكرتا يا أخوة تقريب في حدود 350 كيلومتر. توكلوا على الله إن شاء الله نكملوا المسافة إلى جاكرتا يا أخوة. خليكم معنا. هذا هو الفندق يا أخوة، هذا الطريق. على فكرة يا اخوة اللي صار قبل شوي انه وصلتنا معلومة، ممكن يا اخوة ناخذوا باص من منطقة مازالت يعني قريبة مش بعيدة علينا، ان شاء الله بعد شوي نصلولها. ناخذوا باص يا اخوة الى ميدان والدراجة تكون معنا، خليكم معنا يا اخوة. تمام، وصلنا لهذه المحطة يا اخوة، محطة الباص الحمد لله. وهذه الدراجة يا اخوة تم تغليفها. انتظرين الباص، الباص لسه ما وصل. خلاص. طبعا ربما تسألوا يا اخوة ليش باص، ليش يا معز ما تكمل على الدراجة؟ ما في وقت يا اخوة. الباص طبعا ليل ونهار، يعني يعني في يعني يمشي ليل ونهار يعني، اما انا ما استطيع يعني وقت معين لازم اتوقف. الباص يكون فيه أكثر من سائق، يعني ممكن في الليل تمشي، في النهار 24 ساعة تمشي فقط، تتوقف لعدة مرات في محطات معينة وللاستراحة، ولكن
الباص يعني تحتاج وقت تقريب 5 أيام من هذه النقطة إلى ميدان، أما أنا بالدراجة ربما أكثر وأنتم عارفين التزاماتي. طيب يا اخوة نرتاح شوي وقت الغداء واصل الرحلة ان شاء الله. الو هذا ما كان ابا مسكورا مسكورا لا الحمد لله يا اخوة وصلنا الى مدينة ميدان سومطرة الشمالية بعد رحلة متعبة جدا تقريب 5 أيام في الباص يا اخوة. فوصلنا لنهاية الفيديو، نتقابلوا فيديوهات جديدة ان شاء الله. جزاكم الله خير على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.